فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأى رجل رجلا في المنام، رأى رجلا ميتا في منامه ويناديه ليتصدق لأجل دفع الموت عنه، فهل هذا العمل مشروع وقيامه بالصدقة بناء على ذلك؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيء، لا صدقة ولا غيرها، انتهى الدين بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمل بذلك. يتصدق بدون حلم وبدون رؤية، تصدق، الباب مفتوح والله جل وعلا أمر بالصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو يجيك الميت يقول صل تصدق صل، لا تطيعه، ما يجوز هذا، ما في أمر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع شيء إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.